الناس برواية القصص عن لزلف هؤلاء، والله أعلم. أمة الجن الأطياف أو الأشباح، أو ما يعرف بالأشباح والأرواح، هكذا هذه تسمية فقط. منها الطيبة ومنها الشريرة، ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئ، فهم مخلوقات يؤمن بوجودها، كل من يؤمن بوجود الجن ويظنون أن هذا الصنف هو فقط الجن، وليس هناك جن على هيئة مادية له عظام ودماء والله أعلم. والأطياف قال الله تعالى عنها: وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أو قال تعودوا، والله أعلم، لا أذكر الآية. والجن الأطياف، الطائف منه الأبيض الناصع هو بإذن الله من الصالحين، والرمادي ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ، والأسود ولا حول ولا قوة إلا بالله هو المتشيطن الظالم، والقارين الموكر بالإنسان وبالجني هو من هذه المخلوقات التي لا تملك كثافة وهيئة مادية، مع أنها قد تملك هيئة فيزيائية، أي وجه وأنف وعين ويدين، هم من البعد الأول والثاني وحتى البعد السابع، والذي ينتقل إلى البعد الثامن لا يعود إلى الحياة الدنيا حتى يوم القيامة، لأنه يظن أن البعد الثامن هو البرزخ الذي فيه القبر، أو فيه برزخ القبر، وهو أحد العوالم. هذا الثامن يقال له غيب الغيب، فهو لا نملك عنه معلومات كثيرة. وهم يعيشون، أي الأطياف أو الأشباح، في مجتمعات وأفراد، والقبور والمساكن المهجورة تعد من أعشاشهم، المساكن المهجورة. وكل إنسان يموت يتحرر منه قرينه، أي قرينه من الجن أو قرينه من الملائكة الذي هو هكذا، فإما أن يوكل بإنسان آخر أو جني آخر، أو ليكون قرينا، أو يهيم في الغابات والصحاري والخربات. الطيبون منهم يتغذون على الطاقة الإيجابية فتزداد قوتهم ونشاطهم، والشياطين عكس ذلك يتغذون من الطاقة السلبية التي تنتجها المعاصي، معصية الناس من الإنس والجن، لذلك يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقد يتلبس أحد هؤلاء الشياطين من الأطياف بجسد إنسان فيدخل فيه ويهزم نفس ذلك الإنسان، إن لم تكن نفس قوية الشخصية، قوية الشخصية، ويتحكم فيه وفي أفعاله وأقواله، ما نسميه بالمسكون بالجن. وقد يمسه مسا طائفا فيؤذيه بالأمراض والأوجاع، ما نسميه بالممسوس، وأمور كثيرة. ما لا، لكن الناس تخلط بينه وبين الرماديين والأمم الأخرى التي تصغر حجمها وتدخل وتسكن الجسد حقيقة، والله أعلم. أمور يعتقد بها الكثير من الناس، ويحصرون الجن في هذا الصنف، مع أنه مجرد نوع من الجن، وليس كل الجن بشهادة الأحاديث النبوية التي ذكرها رسول الله. قال رسول الله: ومن الجن من هم كالريح، أي أشباح. وقال: ومنهم من هو كالحياة والعقارب، ومنهم من هو كخشاش الأرض، ومنهم من هو كأبناء آدم عليهم حساب وعقاب، والله أعلم. وصلى وسلم على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين. الناس برواية القصص عن لزلف هؤلاء، والله أعلم. أمة الجن الأطياف أو الأشباح، أو ما يعرف بالأشباح والأرواح، هكذا هذه تسمية فقط. منها الطيبة ومنها الشريرة، ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئ، فهم مخلوقات يؤمن بوجودها، كل من يؤمن بوجود الجن ويظنون أن هذا الصنف هو فقط الجن، وليس هناك جن على هيئة مادية له عظام ودماء والله أعلم. والأطياف قال الله تعالى عنها: وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أو قال تعودوا، والله أعلم، لا أذكر الآية. والجن الأطياف، الطائف منه الأبيض الناصع هو بإذن الله من الصالحين، والرمادي ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ، والأسود ولا حول ولا قوة إلا بالله هو المتشيطن الظالم، والقارين الموكر بالإنسان وبالجني هو من هذه المخلوقات التي لا تملك كثافة.